واش اخوتي كي نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد بلان جديد. الفيديو اليوم سبيسيال، فيديو اليوم واعر. قبل ما نبداو نقول لكم شنو الفكره ديال الفيديو، نتوما واحد لاصال ديال لي جو. تنشكر خويا حمزه بزاف على عطانا هاد لي سباش باش انا نصور ونديروا هاد المفاجاه لواحد السيد اللي كيف كنفتخروا به حنا ابناء مدينه الرشيديه، واللي هو تركيز عالي، خطا قاتل والنجم راح، راح النجم جول. عندك يا ناجم، عندك يا ناجم، صدق اضرب. سيمتي انتظار مواسم اخرى ربما تكون افضل. كره ممتازه، يمشي ناجم، الراعي ناجم، يلا يا ناجم، يا ناجم، يا ناجم، يا ناجم، يا فنان يا ناجم، الراعي ناجم. هو سي محمد ناجم لاعب نادي الوداد الرياضي، ان شاء الله غادي يكون معنا هنايا، غنتحاوروا معاه، غنهضروا معاه، غنديروا واحد الحوار لي واعر طوب ان شاء الله، نشوفوا كيفاش البلانات وهادي. نتمنى ان الفيديو الاعجاب ديالكم. كنشكروا بزاف الناس اللي ساهموا في هذا اللقاء اللي عاونوني، محمد الناجحي وخويا السيمو، كنشكركم بزاف لانكم قديتوا هذا الشيء وعاونتوني باش انا نوصل لهذا الشيء. شكرا لكم، يلا بقاو معايا باش تفرجوا لهذا الفيديو، وان شاء الله نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. اخوتي دابا نبداو الاسئله ان شاء الله مع السي محمد ونجم. تبارك الله عليه، فخر للمدينه الرشيديه، لاعب الوداد الرياضي. شويه الارتباك عرفتي مع السيد، تبارك الله شي حاجه. مرحبا. قبل ما نبدا كنشكر السي محمد، ايضا السي محمد، وكنشكر كاع الدراري اللي داروا لي هذا الشيء، احتفلوا به شي حاجه اللي واعره. السي محمد مرحبا بك معايا في القناه ديالي، عرفتي شي حاجه واعره باش انك تقبل غير باش انا يكون هذا اللقاء. لا بالعكس والله، الا شرف ليا كبير. مرحبا، وشرف ليا نكون مع الخوت. يعني ديما تيكبروا كما قلت لك. ديما ماشي زعما، يعني ديما اي ماتش نلعبوا تيصيفطوا ليا مساكن مبروك عليك، يعني بحال تيفرحوا لخوهم ود بلادهم، راه شي حاجه كاين. اول وحدين تيصيفطوا ليا هما هاد الخوت، هاد اقسم بالله مبروك اخويا وفرحنا لك، يعني ماشي بحال والدك امك، يعني فهمتي، يعني تيفرح لك من القلب. وتنبغي نشكرهم بزاف بزاف على هذه المبادره هذه. تقريبا المره الثانيه كيديروا لك وانا غنعاود ان شاء الله دابا. الله مازال مازال كل هذا اليوم. شوف انا والله العظيم عيد عتاه شي سوفونير اللي يكون زوين. العام غير جنسي ما غاديش نعاود لهم ان شاء الله بتونيات هي غدا ولا بعد غدا ان شاء الله. الدراري تونيات ومرحبا باي واحد عندك كذا، مرحبا بك. الله يحفظك سيمو. واش يمكن تعاود لنا شويه البدايات ديالك؟ كيفاش كانت البدايات ديالك في الكره بوجه هذا؟ نقول لك اخويا باختصار، يعني عندنا البلاد شويه كانت من عندك الوقيته اللي غنلعب فيها انا، كانت فيها شويه الكره محركه، يعني مع بعض الاوتور ديالنا كاسماعيل زهر، كشبوب، يعني كعدي، كبزاف ديال الناس، كعبد الخالق، يعني كانوا الناس اللي بغا يديريجو محمد اوناجم وشافوا فيه الموهبه. بديت نلعب معاهم، يعني شافوني كما تنقولوا تطلع تلعب شي مقابلات، يكونوا الناس مسؤولين تيتفرجوا، كانوا الناس مسؤولين تيتفرجوا وشافوا محمد اوناجم عجبهم، قالوا علاش اللي ما يلتحقش بينا بحكم ان الامكانيات ديال المدينه الرشيديه صعيب انك تبان فيها. الحمد لله التحقت بهم
يعني بديت تنشاهد الحمد لله ورضات الوالدين والدعم بزاف ديال الناس اللي تيعاونوك وتيحفزوك باش تفهم ربي ربي وفقني مع فريق ديال شباب اطلس خنيفره ديت بيتور في دوزيام ديفيزيون ماركي 14 بيس برومي ديفيزيون استطعت انني باش ندير واحد العقد مع فريق الوداد اللي كان شرف ليا كبير يعني فريق اللي عندي تصاور يعني فريق اللي كان غير الصغر هذا الشرف ليا كبير الحب ديال الوداد من الصغر يعني من الصغر عندي تصاور يعني ماشي كا اي واحد تيقول لك لا هذه الفرقه تنبغيها من الصغر يعني عندي تصاور من الصغر ديالي انني تنبغي داك الفريق والحمد لله ربي ربي فاش يبغي يوصل لشي واحد لشي حاجه تيجيو تيشتغل وتيخدم وعندو واحد الهدف ربي تيسخر ليه الام والحمد لله ربي يسر لينا ورضات الوالدين حتى وصلنا هي اللي كتزيد دابا سيمون فاش كتجي للبلاد عرفتي شنو هو كيفاش كيبان لك الاستقبال ديال الناس البلاد ديال البلاد انا والله العظيم كاين شوف انا واحد الحاجه ديما تنقول شي معايا اللعابه اللعابه صحابي وخوتي فاش نساليو دابا البطوله يعني كل واحد وفين تيلتجا كل واحد وفين تيمشي كاين اللي اغلبيه الدراري تيخرجوا على برا فرنسا تركيا كل واحد وفين تيمشي والاغلبيه اللي تيبقاو هنا تيمشيو عطله بحال مراكش اكادير تيديو الوليدات تيمشيو تما انا سبحان الله اقسم بالله العظيم الى الراحه ديالي هي في الرشيديه يعني واخا تقريبا توصل الحراره 40 38 تكون الحراره سخونه ولكن سبحان الله هنا ترتاح عندي والديا هنا عندي الخوات ديالي الله يرحمهم دفنينو هنايا يعني تنجي لهنا تنتلاقى مع الخوت ما تلقاش ديك لابريسيو اللي كاينه في كازا يعني فاش تجي هنايا تتسولاجا تجلس مرتاح ما كاينش ديك لابريسيو تجلس ما كاينش داك التبرزيط يعني تجي هنايا تتلاقى مع خوتك يعني الناس اللي تيبغيو الاستقبال اللي كتكون الناس اللي تيبغيوك يعني تيجيو عندك غير الناس اللي تيبغيوك وتيجيو ويجلسوا وحداك ويفرحوا بك ويتصوروا معك يعني تيكونوا بعض الحوايج اللي ما تيتوصفوش يعني فاش تجي انا فاش نكون جاي للبلاد تنجي فرحان نهار اللي تنكون غادي بحال غادي مدمر والله العظيم حيت ما تنتسخاش انا فاش نكون جاي تنقول لمدام تنقول امتى غيوصل بحال امتى يصبح الحال باش نمشي للبلاد باش نوصل للبلاد ولكن نهار اللي تنكون غادي راه ما تصورت يعني تحس براسك بحال شي حاجه فيك تدمر شي حاجه صعيب تقريبا كل عام كدوز الصيف هنا ديالك هنايا باش كدوز عمرني ما بعدت يعني على لونتوراج ديالي فين كبرت كتمشي لمسكين مزال كتمشي للبلاد شوف جميع الحوايج اللي هذه واحد سنين سبع سنين وناس كان تيعيشها دابا باش وصل لودا واحد ربعه الالقاب مع فريق الوداد باقي تيعيش نفس الحوايج ومازال الخير ان شاء الله يعني ما عمر شي حاجه ما تبدلات باقي نفس الخروج نفس الضحك مع الدراري تنمشي على رجلي باقي في البلاصه فين كبرت يعني ما كاينش شي تبديل ولا شي حاجه يعني نورمال عادي عادي بالعكس ولات المحبه ديال الناس كثر يعني ديال البلاد الحمد لله سهل عليه الله الحمد لله مازال البلاد متواضع باقي تقول واش فلان تنتفرجوا فيه تيدير تيدور حداك هنا واش كاين شي حاجه تجي بنادم غريبه فهمتي تجي بنادم حنا اون فوا كتكون معول جير رشيد راه واحد كتصل بهم كتصل بهم والله العظيم الا تنكون جاي الا شو كيرا بالفرح صورة جاي كتسول فين والله العظيم الا بالفرح بحال قلت لك جاي عند خوتي يعني يعني ما غيكبروا بك الا خوتك هما اللي غيكبروا بك كبير كبير صديق الطفوله كما قال لي محمد كيفاش كان محمد كيفاش عاش الطفوله ديالي انا عاود لينا عاود لينا انت على الطفوله ديالك انت اللي كتعرف على الطفوله دابا بحال مده طويله تقريبا 4 سنين ولا 5 سنين هذه يعني بحال اللي بقى ما بقيتش كنشوفه بزاف ما تبدلش سي محمد باقي واو نفس العقل نفس التفكير الطيبوبه ديالو باقي واو غير باش نقول لك واحد الحاجه هادشي اللي وصل لي صراحه ماشي من فراغ سيد مقاتل كيتريني يعني كيقلب على راسه يعني باش انا نشوفه ولد من الرشيد يوصل هذا النيفو هذا المستوى اللي حنا صراحه كنفتخروا به كنفتخروا به كامل حنا باش انك تقول كتصور مع النجم في حد ذاته هذه كت شي حاجه شي حاجه فهمتي يعني باش توصل هذا المستوى ولد الرشيد شفتيه كيفاش يعني راه ما كايناش بك صاحبي ولا خويا ولا بدراعه والمستوى اللي وصل الحمد لله يعني حتى حنا راه حنا غاديين كنقاتلوا باش اننا نوصلوا واحد المستوى ولو قريب الحمد لله والحمد لله مني راه هز لينا الراس ديالنا بالرياضه الحمد لله كاين دراري ديال البلاد كل واحد كيمشي في واحد المجال ولكن الا كنهضروا على الرياضه سي محمد زعما في الوداد انا فاش كنت ندير الرياضه راه السي مورا عارف انا ما كنتش ندير كره انا كنت ندير كلشي كنت نلعب كره الهوند الفولي نمشي نعوم فهمتي ما كنتش ما كنتش واقف غير في واحد هذا كان واحد زيد لي جوكر كنا دراري كبار كانوا علينا دراري كبار هو الجون صغير اون فوا كتبغي ترد التعادل ولا تغلب محمد عيط كيدخل كيدخل شوف دوزنا واحد الوقيته زوينه مع السيمو مع بزاف ديال الدراري ولاد الرشيديه والله العظيم دوزنا بحال تقول لك دوزنا ديك الطفوله يعني بداكشي اللي خص بنادم يدوز كيفاش خصها يعني كيفاش خصها تدوز دير بلومبيونس مسافرين بعضياتنا يعني كانت اجواء زوينه بزاف واي واحد تيتمنى يعيش ديك الاجواء الحمد لله عشناها
ودابا باقا العلاقه يعني كما كانت كما دوزناش زوينه الكره دابا ما تقنش مجموعين الحمد لله باقا العلاقه زوينه مازالين تنضحكوا تنتجمعوا يعني تنقول لك بحال دابا تنشوف السيمو والله العظيم فاش نشوفو كتفكر ايام زمان تنشوف السيمو تيترين تجيني الضحك عيط السيمو بحال تقول كبر حدايا كنا تنلعبوا لوندو ديما شاد فيه انت حنا ديما طلع على الخشابه مش كده مسافرين ديما شاد فيه السيمو طلعت من هنا الطريفه عاودنا الطريفه انا قلت لك دراك تعاودنا الطريف ديال نشوف غادي مسافرين ديك الساعه كنا غادي لوطات الحاجه عندنا كاس العرش انا في الطريق كنعس سيمو راه ماين ماينش تتوصل حفظ لك ما كاين دابا انا داني النعاس وشنو وقع فقط لقيت حوايجي راه غير سكون دار هادي زعما سكون غايب من دار على حسيت وكنصر وفقت انا كنفيق كنشوف كلشي ناعس سيمو بوحدو فايق وكيدور يشوف الطريق ويهضر مع شي واحد هو حاضر سميت نزل قلت ما يدار في الطريق انا عشت عاد لي انا سيمو ناس قلت عليهم مالي دابا الدراري اللي حدايا يشحموا ليا يعني الدراري قالوا لي دابا تنضحكوا قالوا لي السيمو راه ناعس السيمو فيه على النار وجايب الكاوت تقول ضرب الكيسان ميت انا بقيت القرايه حدايا السيد ناعس نكب ليه الماء عرفتي واحد مسكين صافي وانت قلب شنو واقع وفازك وتيقول او كيفين جاي كل الناس لقى ذاك الماء تيشوف فيا بحال ما قدر نقول ليه والو علاش لي جيت راه صافي وباش هبطنا من الكار كل سير حسام هبطيت غبزه وما قدرتش ننزل انا قلت لهم جيب لي لونفورمون دابا واخا ممكن الدراري معارفين القشاب ولكن الاخرين الناس اللي كانوا معارفين هو بزاف بصراحه في الفلو دابا زدت هذيك كيفاش كنقول لها الشقاوه ديالو شوف داك الشيء الله ما كيرجعش دوزتي الحمد لله مع السيمو دوزتي معاه دوزنا مع المنتخب تيست لا تعقل دوز لعبت سباق ساليت سباق مع الاربعه عندنا اربعه ونص تيست جيت كنجري من الحدب جيت ما تلاقينا جيت سخون علاش مالك عرقان تاخور عاد ساليت سباق وجيت لعب وجا والله هذاك النهار كانوا النصارى كان تيران عامر كنا لاعبين في القاعه ايوا واش نقول لك على السيمو خلانا فيه نلعبوا بوحدو كيفاش سبحان الله تبارك الله عليه تبارك الله من الصغر خويا شوف كانت الصراحه داكشي زوين والله شي حاجه واعره داكشي عفوي ماشي بحال دابا ولا داكشي فيه صعوا ولا كان داكشي عفوي تدير شي حاجه دابا فين هو داك الفيديو صورني شي واحد تنخوي عليه الماء يعني كنتي تدير داكشي وتديرو فهمتي تيبان كلشي ضحك كيجي زوين كتجيب حلاوته كان داكشي تديرو عفوي وكانوا معنا الدراري ديال الترقه القديمه تنوجه لهم التحيه كانوا معنا الدراري تاهما مساكن الله العظيم شي ضربوا تمارات يخرجوا معنا ودراري ولاد الناس والله مازال العلاقه ديالك مع الدراري كاع اللي كانوا من قبل راه مازال العلاقه ديالك كلشي شوف كلشي ما كاينش شي واحد يقول لك اوناجم داير ولا اوناجم فاعل في الرشيديه الحمد لله ما كاينش ايوا من الصغير حتى للكبير يعني السي اوناجم تيلعب في الوداد ودابا علاقته مع دري صغير بحال ما تيلعبش كره شدوا ونخرج لبس بحالي بحال الناس ما كاينش داك التبداد ولا زعما طبقات وانت تلعب لا خصو يكون لا بالعكس فعلا وصلت لواحد النيفو الحمد لله بالخدمه وهادي ولكن ما مثلا داك النيفو ما تنديروش مع الناس ما خصناش نتقوا في الحياه ديالي الا كان القمه ديال النجاح هو التواضع اوناجم راه في الكره عمر في حياتي الشخصيه قرات مشى محمد سامو يعني ولد بغيتي نسولك اش من حومه باش كنتي انا في الرشيديه كنت هنايا في السونطر هنا في السونطر في السونطر كبرتي مشيتي للوداد الحمد لله اللاعب ديالك مع فريق الوداد راه شحال الحوايج غادي ما بغاش نكثروا في الهضره هذيك ديال الوداد اكثر من ان بغيت غير نهضر معك على شويه الواقع ديال راديس اشنو كيبان لك فيها نقول لك اخويا شوف هذاك الباب طويل بزاف اش نقول لك هذوك الناس كانوا بزاف ديال العراقيل في هذاك الماتش كانوا بزاف ديال المشاكل يعني انك كما قلت لك تلعب واحد الماتش اللي فيه نار في الاخر تجي تقول لك الفار ما خدامش تولي تلقى بعض المشاكل الاربيت تيقول لك الفار خدام الفار ما خدامش هما تيقول لك خدام يعني داك الشيء مشعب بعضياتهم حنايا التجانا كما تنقولوا حنايا القانون يعني حنا مثلا ما قلنا لهمش ما يعطيوناش شي حاجه حنا تنطالبوا بحقنا يعني تنطربوا بالحقوق ولا تنطربوا بالحقوق يعني قانوني يعني ماشي بالهضره الرئيس ديالنا يعني الرئيس ولا المكتب يعني التجاؤ الباص يعني كما قلنا باش يكون الحكم هذه الايام هذا قريب وتنتمنى ان يكون شي حكم اللي ينصف الفريق ينصف الكره الافريقيه يعني حنا تنبغينا الكره الافريقيه تزيد لقدام مابغيناش ترجع للور تنتمنى ان بحال هذيك الاحداث راه كترجع على اللور وداكشي اللي وقع كاع في تونس راه كيرجع غير الله بزاف
تنتمنى ان يدخل شي قرار اللي يكون مزيان وين صفنا وين صفهم حتى هما وتكون الامور غدا مزيان والكره الافريقيه يعني تزيد لقدام تزيد لقدام داكشي. راه كاين كاس افريقيا عاوتاني، شنو هو شنو كيبان لك في المنتخب المغربي؟ شنو هما الحظوظ ديالنا كفريق في هذا الكران اللي كاين في مصر دابا اللي منظم دابا؟ الماتش الاول لعبوا الحمد لله تتهمنا النتيجه اكثر ما تهمنا اللعب. الحمد لله ديك ثلاثه النقاط راه عطاتنا اليوم الثقه، راه شتي اليوم بلا فاش ربح الماتش، اليوم الماتش ديال كوت ديفوار اليوم بلا دخل مرتاح، دخل اليز بغى يلعب وداروا ماتش كبير والحمد لله والله العظيم اليوم عشنا معاهم بقلوبنا. الحمد لله انه تكاليفا ودازوا الدور الثاني وتنتمنى ان شاء الله حيت كوب دافريك كاينين تقريبا واحد اربعه المنتخبات اللي مزيانين ولا خمسه هما اللي مزيانين هما اللي مرشحين انهم يديو لا كوب منهم المغرب. تنتمنى ان شاء الله يعني كل ماتش والطقوس ديالو كل ماتش كيتلعب والحمد لله المنتخب ولا المدرب اللي كيبنا صينا يعني عارفين اش تبعهم عارفين اش يتسناو وكل ماتش غادي يستعدوا ليه الاستعداد ديالو. تنتمنوا وكل غادي يكون عندنا حظوظ باش نوصلوا سي نورمال غيكون عندنا حظوظ باش نديو الكاس ان شاء الله، عندنا نديو الكاس داكشي اللي بغينا ان شاء الله داكشي اللي كنتمناو من الله. و خليك تقريبا كلمه اخيره للجمهور ديالك الناس الرشيديه الناس اللي كتبعوك لهاد بلادكم اول حاجه تعطيهم كلمه وسير ديك الساعات هاي كاميرا. اول حاجه تنبغي نشكر الدراري بزاف على هاد المبادره وعلى هاد التكريم هذا ولا ما عرفتش كيفاش غادي نوصفو حيت هذه المره الثانيه تيديروا لي هذا الشيء والله المره الثانيه تنبغي نشكرهم بزاف الدراري تنبغي نشكر الناس ديال مدينه الرشيديه اللي تنقول لك اللي تيبغي محمد ونجم من القلب ويعني اي واحد تندز بحدا الا تيوقف تيبغي يتصور معايا تيفرح تيعنقني يعني تيقول لك البلاد وصلت للنيفو برافو عليه. تنبغي نشكر كاع الناس ديال مدينه الرشيديه تنبغي نشكر الوالدين ديالي اللي تاهما عاونوني وساندوني والوالده ديالي اللي وقفات معايا تنبغي نشكر الزوجه ديالي ولا الابنه ديالي تا هما اللي عايشين معايا يعني في لابا عايشين معايا في الضغط عايشين معايا في اي حاجه يعني تعيش محمد ونجم اللي تيكونوا في جنبو تنبغي نشكرهم. كما قلت لك تنشكر جميع الناس ديال مدينه الرشيديه وتنتمنى لهم الخير لقدام واي واحد في شي دومين الله يسهل عليه. وبالنسبه للناس اللي الناس اللي متبعين محمد ونجم على الانستغرام او الجمهور الودادي اللي تنقدروا وتنحترموا الاحترام الكبير ديالي كما تنقول لهم تنتمنى لهم الخير وتنتمنى الخير لفريق الوداد البيضاوي في المستقبل ويبقى ديما في القمه وفي التالق وماشي الا كان فريق الوداد في القمه راه تيشرف جميع المغاربه وتتولي الكره يعني تتولي المتابعه اكثر. تنبغي نشكرهم تنبغي نشكر الجمهور الودادي اللي تاقف محمد ونجم يعني بغاوه وتقبلوه وصبروا عليه حتى لقى راسو تنبغي نشكرهم بزاف حيت ماشي بزاف في كازا باش تجي وتلعب. تنبغي نشكر الناس اللي متبعين محمد ونجم في الانستغرام تلقاو الانستغرام ديال السي محمد في صندوق الوصف تلقاو هنايا ان شاء الله. تنبغي نشكرهم بزاف الناس اللي متبعين محمد ونجم حيت بزاف تلوحت صورات انا والبنيه ديالي وعايشين عايشين انا ويا لومبيون يعني تنعطيها داك الحب ديال الكافي يعني تنعيش معها يعني جميع الاوقات ديالي فوق ما كان عندي شي وقت ديال الفراغ الا تندوزو مع عائلتي والعائله ديالي. تنبغي نشكر الناس اللي متبعينا في الانستغرام وتيديروا لي كومونتير زوينين راني تنبغيهم بزاف ومرحبا بهم الا بغاو يجي يشوف محمد ونجم الرشيديه ولا اللي ولد الرشيديه بغى يتلاقى معايا مرحبا به. وتنبغي نشكر الاخوان معنا وما الله يحفظهم وتنشكروا السي مناصر مناصر هو ضارب علينا التريكو هذا ديال الهضره تبارك الله عليكم اخوتي. الله يبارك فيك اخويا اخوتي سالينا هذا اللقاء الخفيف الظريف مع السي محمد كنشكروه بزاف على عطانا من وقته. لا مرحبا والله شكرا انسان متواضع على واحد الدرجه اللي هي كبيره. نتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم نتلاقاو ان شاء الله كما كنقول لكم هذا الصيف ان شاء الله غادي يكون صيف واعر غادي نتعرف على البلاد كامله الناس ديالها غنتعرفوا على البلايص بقاو معايا باقي نجيبوا لعاب اخرين ان شاء الله نجيبوا لعاب اخرين نجيبوا لعاب اخرين ان شاء الله تيبغيو يجي والله الا تيبغيو يجي منطقه راه فيها الرشيديه والله وكاينين والله الا غيجيو الدراري ان شاء الله كاين شي ثلاثه الدراري باغيين يجيو للبلاد معاهم شي ولاد الطيار يعني ما عرفناش داك البلاد غادي كاينين الدراري غادي يجيو ولاد البلاد وفاش يجيو لهنا ان شاء الله للبلاد وبغى يتساراو شويه وغادي نلاقاوهم معاكم ونديرو بزاف بحال هادي غتكون ان شاء الله مرحبا هادشي اللي كاين الله يحفظك. يلا اخوتي نتمنى انكم تتابعوا هادشي كامل. السيمو تنشكر الدراري كاملين يلا عبد الله براسكم باي باي.